معي من اربيل هوشيار مالو، عضو المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد هوشيار. هل ممكن أن نعرف منك تفاصيل أكثر عن فيما يتعلق عن عملية الأجلاء هذه؟ نتحدث عن 500 أسرة، تفاصيل أكثر، قصص معينة إذا أمكن فيما يتعلق بهؤلاء النازحين. نعم، شكرا جزيلا. طبعا الواضح أنه أهالي الموصل لم يبقى في الموصل أهالي موصل، أصبح نوعين الآن عندنا من الناس في الموصل، يا إما أصبحوا نازحين يعيشون في المخيمات، مخيمات النزوح، أو الجزء الآخر أصبحوا هم دروع بشرية تستخدمها داعش للاستخباء من القوات الأمنية والقوات المحررة لموصل. يعني مع الأسف حتى خروج هؤلاء العوائل أصبح من الصعب جدا، لأن داعش تمنعهم من الخروج، وفي أحيان كثيرة تستهدفهم أثناء خروجهم من مناطق سيطرة داعش. ويعني هناك حالات كثيرة، يعني يوم أمس وقبل أمس انتحاريين يدخلون داخل هؤلاء الموجات من النازحين ويفجرون أنفسهم أو يضربوهم بالهاونات، يضربوهم، يستهدفوهم. اللي دي يصير حاليا أختي العزيزة، حتى بعد خروج النازحين من هذه الأماكن يتفاجؤون بتعامل سيء أيضا من قبل السلطات الأمنية، من قبل الحشد الشعبي، من قبل الجيش. أحيانا قد يكون بسبب عدم إمكانية، وأحيانا قد يكون لأغراض طائفية. طيب لا يوجد في هذه المناطق مستشفيات تستطيع أن تستوعب بالتحديد. نعم. الموضوع الصحي فيما يتعلق بحالات الجرحى طبعا وحالات إنسانية وأوضاع صحية طبعا ليست جيدة، كيف تتعاملون مع هذا الموضوع؟ عدد المشافي، ما الذي تنقصها؟ طبعا علمنا من قبل الهواء بأنه ينقصها الكثير، تفضل. نعم، يعني المشافي اللي الرئيسية اللي تستوعب هؤلاء النازحين هي مستشفى غرب طوارئ غرب أربيل ومستشفى دهوك. وصراحة هذه المستشفيات غير كافية لتغطية الاحتياجات. يعني الآن كل النازحين اللي يأتون إلى مخيمات النزوح أو أغلبهم يأتون إلى هذه المستشفيين، وحتى الجيش، يعني هذين المستشفيين غير كافيين لتغطية الاحتياجات الطبية. نعم. للنازحين والجيش وأيضا لأهالي المنطقة، يعني أهالي أربيل ودهوك. من جانب آخر هناك خلافات بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية حول تزويد أو تجهيز هذه المستشفيات. الحكومة العراقية يبدو أنها لا تحرك ساكنا، يعني لديها خلافات سياسية مع إقليم كردستان، لكن هذا لا يبرر أنه الحكومة العراقية الآن لا تزود هذه المستشفيات بالاحتياجات وبالأدوية ومستلزمات. طب ما الطبية الحل البديل؟ كيف تتعاملون مع هذه الأزمة؟ عفوا، الحل البديل، بماذا تفكرون؟ كيف تخططون للوصول بالنهاية للهدف الرئيس يعني اللي هو إنقاذ هؤلاء؟ نعم، ما يحدث الآن هو وجود بعض المستشفيات الميدانية كحلول بديلة مؤقتة، يعني بصراحة وهي لا تكفي أيضا، يعني ليس لديها إمكانيات مستشفيات كاملة. هي مستشفى تستطيع أن توفر بعض الإسعافات الأولية لبعض الجرحى، وجزء منها يدار الآن من قبل MSF أو منظمة أطباء بلا حدود و WHO اللي هي منظمات إنسانية. وطبعا تكون المستشفيات الميدانية أو هذه المستشفيات المتنقلة محدودة في الكادر، محدودة في الأجهزة والمستلزمات، إلا ما يعني هناك أحيانا قد يكون حالات لا تستطيع أن تغطيها هذه المستشفيات، تنقل إلى أربيل أو إلى دهوك. وأيضا أربيل ودهوك ليس، يعني قبل أيام كان هناك لدينا زيارة إلى مستشفى غرب أربيل، تعج بالمرضى وبالجرحى النازحين، وأحيان كثيرة هناك أطفال بدون أبهات، بدون والدين، يأتون إلى هذه المستشفيات، تنقلهم القوات الأمنية، لا تستطيع حتى المستشفى لا تعرف كيف تتعامل معهم. هناك الآن أختي العزيزة نحن بصدد يعني مأساة إنسانية. هؤلاء النازحين حالات الجرحى، حالات الإصابات، ما أبرز نقص الخدمات؟ أبرز حالات الجرحى هي الإصابة بالشظايا أو الوصول، لما يوصل النازحين إلى هذه مناطق القوات الأمنية يكونون مرهقين، يكونون متعبين، خصوصا كبار السن، النساء، الأطفال، يكونون يحتاجون إلى دعم ورعاية صحية طبية.
آنية. طبعا الفرق الموجودة الآن في هذه المناطق لا تكفي لاستيعاب هذه الأرقام، والأرقام تتزايد يوم بعد يوم. يعني مع الأسف كنا نعرف أنه هذا سوف يحصل، الحكومة العراقية كانت تعرف، أمم المتحدة كانت تعرف، مع هذا يعني منذ سنتين أو 3 سنوات نعرف أنه هذا ما سيحصل، كانوا يناقشون سيناريوهات مختلفة، الكل نعم. يعرف ما سنتابع ما دائما سيحصل. معكم مع آخر الأسف تفاصيل لا يوجد هذه خطة الآن. المأساة الإنسانية طبعا، ونقف على كل جهودكم بهذه الإطار. شكرا جزيلا لك من إربيل سيد هوشيار مالو، عضو المنظمة الكردية لمراقبة حقوق الإنسان.